ازاي عروستنا الجديدة؟ خالد بيحب الفراخ والبطاطس مقرمشة. طب وماله يا بنتي؟ ما بتطلعش مقرمشة يا ماما. علشان القلي لازم يكون بالعربي، لأنه بيتحمل حرارة عالية فما بيتحرقش وبيتصفى بسهولة، وبيخلي الأكل مقرمش من بره وطري ولذيذ من جوه، وكمان ما فيهوش كوليسترول. تسلم ايديكي. زيت العربي. وديني بقول بالعربي. ليش الا بالعربي. ازاي عروستنا الجديدة؟ خالد بيحب الفراخ والبطاطس المرمشة. طب وماله يا بنت؟ ما انا عمال عليه من الصبح وكل مرة هتطلع عن زيتها محروقة. القلي لازم يكون بالعربي، لانه بيتحمل حرارة عالية فما بيتحرقش وبيتصفى بسهولة، وبيخلي الاكل مقرمش من بره وطري ولذيذ من جوه، وكمان ما فيهوش كوليسترول. تسلم ايدك يا حبيبتي. زيت العربي. وديني بقول بالعربي. ما قاليش الا بالعربي.